خباب انا والله اني ناسي اسمه صادق اي هو اللي كان يعلمهم ظهر من بيتي يقول كان يبي يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال احنا انفتنا وصار ابي اقتل محمد وتنتهي الفتنه يوم طلع قابل واحد مسلم ناسي اسمه كان يخفي اسلامه يقول وين رايح شاف وجه عمر قال انا رايح اقتل محمد اما يقتلني ولا اقتل هبل الفتنه ذي تنتهي اللي بين قريش قال بتروح لمحمد واختك ورجالها مسلمين قال وش قال صار وصار واسلم ورجع يوم رجع للبيت لقى خباب بن الارت اي يقول فاستمع له يدرس من القران فتح الباب اختفى خباب الرجال نفسه قطع كلامك ظني راح للنبي علمه قال الرجال بيجي يكتب اي فدخل لا لا سمع من سمع من القراءه دقيقه بعلم صح صح دخل يقولون وضرب رجل اخته زوجها يوم ضربه جته اخته ضربها اي وضربها وطاحت الصحيفه فرجع لذاك يضربه فقال انت اسلمت قال لي اسلمت يقول قامت اخته ودفعته يقوم شاف اخته للدم يصب من وجهها قالت نعم اسلمنا هو يقول اصابتم قالت اسلمنا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقوم شاف الدم على وجه اخته تاثر ما رجل وتعجب من شجاعتها يقول شاف الصحيفه يوم جاي اخذها يتمسك يده قالت لا يمسه الا المطهرون قال طيب بقرا بشوف ايش عندكم يقوم بدا ينكسر هنا يوم شاف دموع اخته ودمها قالت اغتسل قال كيف اغتسل فراحت وعلمتها طريقه الاغتسال او الوضوء توضى واعطتها الصحيحه فقرا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى اللي قراها عليه خباب قراها هو يقولون قال امن هذا فرت قريش ها امن هذا فرت قريش يعني الكلام الطيب ذا هو اللي خلينا ننحاش فبدا يقرا خباب عليه الايات ويعلمه بتاويلها وتفسيرها مثل ما قال حمد وراح الى بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو رايح في الطريق اكمل لك قابله واحد قال له والله انك خيرهما كيف والله انك لا خيرهما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين عمر بن الخطاب عمر بن هشام وعمر بن هشام اللي هو ابو جهل وذاق واستغرب من الكلمه والله انك لا خيرهما بس كذا قال له فتوجه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله اختلفوا الناس في اللي رفعه من تلابيبه حمزه هل هو حمزه او النبي لا قيل النبي طيب انا بقول في الموقف سلام. كيف رفع انا قاري في رمضان يقول ضرب الباب وشاف واحد قال عمر بن الخطاب قال حمزه افتح فان اراد حربا فنحن لها وان يعني ان كان يبى الحرب حنا اهله وان بغى الخير حنا اهله افتح له الباب فتح الباب ودخل يقول كان متقلد سيفه وجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك صادق ومسكه بثيابه ورفعه يقول قال بشرني وزي كذا لا اسلم يا عمر او الى ما انا لك ان تسلم ما انا لك مثل هالكلمه لا لا هي والله يقول قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول انا لك يا ابن الخطاب اما انا لك يا ابن الخطاب يقول اسلم يوم تشهد قال والله ما رفعت الشرك في مكان في مكه الا وسارفع فيه الاسلام طبعا كان الاسلام بخبيه ويقولون راح ودق الباب على ابو جهل قال اسلمت من نهاره من على طول وقف مطور ودق يقول كل مكان جاء ورفع فيه وقال تراني اسلمت يقول كانوا متفاجئين فكان هذا هو موقف اسلام عمر وكان يقول ان موقف عظيم موقف مسيره في الاسلام ويرمي النساء حتى على الحق بن الخطاب صح حتى يعني انت في قريش حتى اذا قال حتى عمر بن الخطاب حتى يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون من اللي بيستلم من اللي بيستلم الخلافة خلافة صح هل هم المهاجرين أو النصارى الأنصار الأنصار الأنصار